لم يحمل إليه ولم يهدى إليه. سنقرأ لكم بعد ذلك أنه ماذا يقول ابن تيمية، هذا إن شاء الله في المرحلة اللاحقة وفي الفصل اللاحق وفي المحور اللاحق، أنه ابن تيمية ماذا كيف تعامل مع دم الحسين ومع تربة الحسين. شوفوا كيف تعامل الوحي مع دم الحسين وتربة الحسين، وكيف تعامل ابن تيمية مع ذلك، كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع فم الحسين، وكيف تعامل معه ماذا يزيد الذي يدافع عنه من؟ ابن تيمية. ابن تيمية ويدافع عنه الذهبي، يقول كان شجاعا لأنه تجرأ على ضرب فم الحسين. لا، لأنه قتل الحسين وقعا لا تحتاج إلى جرأة. نعم. أن الإنسان يتجرأ على ابن بنت رسول الله، على صد رسول الله، على 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 ريحانة رسول الله. وهم صدقوا سمح الإمام الحسين، يقول فما أجرأهم على الله وقعا وهو كذلك. أحسنتم. قال وجعل النبي يتلثمه ويقبله، فقال الملك أتحبه؟ قال نعم. قال أما إن أمتك، لا يوجد فيها سرية، نعم. ألا إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال نعم. فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه، فجاءت بسهلة أو تراب أحمر، فأخذته أم سلمة فجعلته في ثوبها. وفي روايات إن شاء الله إذا كان وقت سنقرأها من مجمع الزوائد، أنه جعلتها ماذا في قارورة، أنها جعلتها في صرة وجعلتها ماذا في خمارها، احتفظت بها أين في خمارها، هذه القطعة ماذا من التراب أو هذا المقدار قبضة من التراب. هذا هماتينا هنا. وكذلك في مجمع الزوائد بعد الوقت وقعا بدأ يداهمنا. نعم. دكتور. نعم. نعم. في مجمع الزوائد هناك، أنا فقط أشير إلى الروايات الواردة في هذا المجال، وبيود المشاهد الكريم يرجع في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي المصري المتوفى 807 من الهجرة، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء، المجلد التاسع اللي هي منشورات محمد علي بيضون. هناك في المجلد التاسع يذكر مجموعة من الروايات. دكتور الآن أنا لا يوجد عندي وقت، ولكنه من هذه الروايات بودي أن أشير إلى رواية واحدة منها. قال فصرتها فأخذتها أم سلمة، يعني هذه القطعة من التراب التي ناولها رسول الله. قال فأخذتها أم سلمة فصرتها في خمارها، هذه في لباسها، يعني ماذا في خمارها. قال ثابت بلغنا أنها كربلاء. رواه أحمد وأبو يعلى والبزاز والطبراني بأسانيد، وفيها عمارة وثقه جماعة وفيه ضعف. من عمارة بن زادان؟ نعم. اللي قلنا قال وثقه جماعة. نعم. وفيه ضعف. وبقية رجال أبي يعلى رجال ماذا؟ الصحيح. رجال الصحيح. ثم ينقل مجموعة من الروايات في هذا المجال، بعد الوقت لا يسع لي ذكرها. أحسن. هذه هي عشرات الروايات التي وردت في هذه القضية. نعم. الأساسية. طيب سمح سيد، يعني إذن الآن الخلاصة التي تنتهون إليها، هل أن هذه النصوص متواترة أم تعد من قبيل خبر الآحاد؟ أحسنتم. هذه قضية أساسية، وبودي أن المشاهد الكريم أنا أمر عليها مرورا سريعا لأنه الآن ليس محل بحثها. الآن اتضح مما تقدم أن هذه النصوص نقلت عن علي بن أبي طالب بطرق متعددة، لا بطريق واحد، ونقلت عن أنس بن مالك، ونقلت عن أم سلمة أم المؤمنين بطرق متعددة صحيحة، ونقلت عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي، ونقلت عن ابن عباس بطرق متعددة، ونقلت عن أم الفضل بطريق صحيح، ونقلت عن الإمام الحسين أيضا بطرق متعددة. سؤال الآن، طبعا أكثر من هذا العدد، واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة وستة وسبعة، وهناك آخرون. ويتذكر المشاهد الكريم نحن قلنا أن ابن حزم الإمام في هذا المجال في هذه المجالات قال أنه إذا بلغت الرواية ونقلت من خمسة من الصحابة فهي متواترة. نعم. فهي متواترة. أحسن. فما بالك أنه نقلت أكثر من هذا العدد من الصحابة، والرواة عنهم ليس راو واحد، وإنما رواة ماذا متعددة. وطرق متعددة قد تبلغ إلى 20 طريقا، الآن ليس محل بحثها هنا تفصيلا. إذن حتى لو بنينا على ذلك المبنى، هناك مبنى في التواتر،
يقول أن الروايات المكونة للتواتر لابد أن تكون في نفسها صحيحة وحسنة، لا أنها تكون ماذا؟ ضعيفة. إذا كانت ضعيفة لا يتشكل منها تواتر. نعم. حتى لو قلنا أن التواتر لا يحصل إلا من روايات صحيحة وحسنة، فهذه الرواية ماذا؟ تنطبق. فهذه تنطبق عليها ميزان التواتر فهي متواترة. وما معنى متواترة؟ يعني نجزم ونقطع ونتيقن أن هذا الكلام صدر ممن؟ من رسول الله. وأن هذا الفعل صدر ممن؟ من رسول الله. وأن هذا التقرير صدر ممن؟ من رسول الله. ما معنى أننا على أن الحديث متواتر؟ يعني أن هذا القول أو الفعل أو التقرير صدر منه جزما، بخلاف أخبار الأحاد. نعم. فإنه لا يورث اليقين، لا يورث الجزم، لا يورث القطع، ولكنه هذه الروايات تورث ماذا؟ القطع واليقين والجزم أنها ماذا؟ أن هذا الفعل والقول والتقرير صدر من رسول أحسنتم. الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم. ولذا استدركه الحاكم وقاله على شرط الشيخين. نعم. أحسنتم. معنا اتصال صحيح. إذن بعد 5 دقائق فليود إن شاء الله. نعم. نعم. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه أولا أن هذا الحديث صدر من النبي، وثانيا أن هذا الحديث ماذا؟ متواتر. أحسنتم. حسب موازين مدرسة الصحابة. أحسنتم. حسب الموازين التي أقروا بها. طبعا هي عندنا متواترة مما لا شك ولا شك، ما لا نشك في ذلك. نعم. بحسب مصادرنا والروايات الواردة عندنا. نعم. وإنما أنا أريد أن أبين واقعا. واقعا هذا كلامي موجه لأهل العلم، موجه لأهل المنبر. وقع عندما يريدون ينقلون هذه الأحداث، عندما يريدون هذه القضايا، لا ينقلوها عن مقتل فلان ومقتل فلان. هاي المقاتل فليوثقوا هذا المقتل، لا يقولون أن هذا المقتل ما هي مصادره. قال أبو مخنف وخلص. نعم. جيد. أبو مخنف من قال، أو ابن طاووس من قال، أو غيرهما من قال. يا إخوان يا أعزائي، واقعا الآن نحن نعيش عصر العلم، عصر الدقة، عصر التوثيق. ارجعوا إلى المصادر، كونوا على ثقة. ما من حقيقة من الحقائق الأساسية المرتبطة بالمسائل العقدية أو التاريخية الأساسيات، أتكلم مرتبطة بمدرسة أهل البيت، إلا وهي موجودة بشكل واضح وصريح وصحيح في مصادر ماذا؟ مدرسة الصحابة. نعم. وهذا أرجع وأقول أنه ينفعنا كثير، ليتبين أن ما يقوله الشيعة وما تقوله مدرسة أهل البيت عن الحسين وعن دم الحسين وعن تربة الحسين وعن تربتي وعن تربة كربلاء، ليس هذه من ابتداعاتهم، ليست من اختراعاتهم. نعم. ليست من السبائية، ليست من الفارسية، ليست من 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 من, من كذا من اليهودية. لا، ليس الأمر كذلك. والله هذا قاله رسول الله لنا، صلى الله، هذا صدر من رسول الله، هذا فعل رسول الله، هذا تقرير رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسنتم كثيرا. جيد. طيب، إذن سمح سيد، فيما بقي من الوقت ولو قليل، يعني هل أن هذه النصوص، عفوا، يعني هل توجد، ما هي أهم الخصوصيات المذكورة في تلك جيد النصوص؟ جدا. نعم. واقعا هذه أنا بودي أنه أمر عليها مرورا سريعا. أولا أن الذي جاء من الذين من الملائكة الذين جاءوا بهذا الأمر لإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله هو ماذا؟ جبريل. هو جبريل. ونحن نعلم أن جبريل لا يأتي بأخبار، إن صح التعبير، من الدرجة الثانية والثالثة، وإنما أخبار مهمة وأساسية. فلو لم تكن قضية دم الحسين، هذا الدم الذي يرى ابن تيمية أن الدم عمر بن سعد ماذا؟ أعظم وأشرف منه. أنا بودي هنا فقط أقرأ الكلام الذي قاله. هذا الدم الذي بكى له، إذا تسمح لي خلي أذكر الخصوصيات دكتور. نعم. أولا أنه جاء به جبرائيل. ثانيا أن النبي بكى بكاء شديدا لمن؟ فاضت عينه. نعم. لدم الحسين. هسه إما فاضت وإما تهريقان كما أشرنا. نعم. ثالثا أن التربة في كربلاء تحولت إلى ماذا؟ حمراء. إلى حمراء. ما أدري ما هو أثر هذا الدم الذي على التربة ماذا؟ حمراء. حمراء. رابعا
أن النبي صلى الله عليه وآله شمها كما قرأنا بشكل متواتر في هذه النصوص أنه شم تربة ماذا؟ وبطلب من جبريل لا استفسر مو طلب منه أبدا وإنما قال أتريد أن تشمها؟ أحسنتم. استفهم من رسول الله رسول الله طلب ماذا؟ طلب أن يشمها مو طلب من جبريل رسول الله دكتور طلب أن يشمها نعم استفهم أتريد أن تشمها رسول الله ماذا كيف عرف جبريل أن رسول الله يريد ذلك إذن لابد أنه أخبره أحسنتم قال إن النبي صلى الله عليه وآله شمها خامسا أن النبي صلى الله عليه وآله ناول هذه القطعة من التراب لأم سلمة فجعلتها في صرة من خمارها فاحتفظت ماذا فاحتفظت بها هذه هي الأمور أو الخصوصيات الواضحة في مجموع هذه النصوص المتواترة من رسول الله سؤالي هنا واقعا وإن كان وقد ينتهي سؤالي هنا واقعا أن هذه التربة وهذا الدم الذي أريق من الحسين إن لم تكن في هذا الدم وهذه التربة التي تشرفت بوقوع ماذا وإراقة